السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، أشكركم على الاشتراكات وأشكركم على المتابعة في هذا الدرس. سنتطرق إلى مجموع مربعات الأعداد الطبيعية إلى حدود عدد طبيعي معين. أعيد، في هذا الدرس سنتطرق إلى مجموع مربعات الأعداد الطبيعية إلى حدود عدد معين. في هذا الدرس لا نتطرق إلى مجموع مقلوبات مربعات الأعداد الطبيعية، لأن هذا الدرس جاوبنا عليه في فيديو سابق. وبتعبير آخر، يعني في يعني سيما واحد على ان او كاري. هذا درس شفناه في فيديو سابق، ولقينا بأن هذا يساوي بي أس اثنان على ستة. ولكن في هذا الدرس لا نتطرق إلى هذه المعادلة، وإنما نتطرق إلى معادلة أخرى، هي ما هو هذا المجموع. عفوا، اي أس اثنان من واحد حتى ان كم يساوي بدلالة n. كم يساوي هذا العدد بدلالة n؟ على سبيل المثال 1 زائد 4 زائد 9 زائد 16 إلى يعني إلى حدود 4 أس 2. يعني كم يساوي هذا العدد بدلالة 4، يعني العدد اللي مشينا له، وكيف تسمى هذه الأعداد، و يعني الأهمية ديالها. هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو. هذه الأعداد تسمى الأعداد الهرمية، أعداد هرمية. بها اللغة الفرنسية تسمى عدد باللغة العربية تسمى عدد هرمي مربع، عدد هرمي مربع. باللغة الفرنسية يسمى نومبر بيرامدال كاري. وباللغة الإنجليزية يسمى بيراميدال سكور نمبر. لا داعي اكتبها، بيراميدال هي اللغة الإنجليزية تسمى بيراميدال سكور نمبر. لماذا تدخل الهرم في هذا في هذه المعادلة؟ يعني ما دخل الهرم يعني في هذه المعادلة؟ وهو سبب سنشاهده بعد قليل. تماما كنا تماما يعني هذا المجموع على سبيل المثال، يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد n، هذا العدد يعني متتالية حسابية، يعني كل مرة كنزيدوا فيها واحد. هذا العدد يعني معروف، يساوي n مضروبة في n زائد 1 مقسوم على 2. هذا العدد يسمى عدد مثلث، عدد مثلثي. لماذا يسمى عدد مثلثي؟ يعني هذا سيمكننا من الإجابة على السؤال لماذا الأعداد الأخرى تسمى أعدادا هرمية. إذا سنشوفوا علاش يسمى عدد مثلثي. هنا واحد يعني، وهنا جوج نقط على شكل نقط، هنا ثلاثة على شكل نقط، هنا أربعة، ثلاثة أربعة. إذن هذا على شكل يشبه المثلث. هذا هو السبب الذي جعل هذه الأعداد تسمى أعدادا مثلثية. ويعني من خلال هذه من خلال هذا الشكل يمكن أن نستنتج هذه النتيجة. من خلال الشكل ديال الأعداد التي هذه النقط يمكن أن نستنتج هذه النتيجة. يعني يكفي أن ندير نقط هنا، واحد جوج، واحد جوج ثلاثة وعيد، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا واحد جوج أعيد، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، وهنا عفوا واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة.
إذا هنا يولي عندي مستطيل مستطيل ومجموع هذه النقط هذه النقط مجموع هذه النقط مجموع هذه النقط هو n مضروب في n زائد واحد مضروب في n زائد واحد مقسوم على 2، يعني نستنتج مجموع اللي حسبنا عليه بالنسبة للأعداد المثلثية. الأعداد الهرمية يعني نفس الشيء، الأعداد الهرمية هي تشكل هرم تشكل هرم إذا وضعنا هذه النقط على شكل مربعات، وضعنا في هرم، يعني مثلا على سبيل المثال يعني نحاول نرسم واحد الهرم، نحاول نرسم واحد الهرم هذا الهرم، يعني هذا الهرم، وفي قاعدة أضع يعني تعادل على سبيل المثال يعني بالنسبة لواحد زائد ربعة زائد تسعة، في المستوى الأول أضع تسعة ديال النقاط أو تسعة كرات، وفي المستوى الثاني أضع أربعة كرات، وفي المستوى الثالث أضع كرة واحدة. هذا هو السبب الذي جعل هذه الأعداد تسمى أعدادا هرمية. كم يساوي مجموع المربعات الأعداد الطبيعية من واحد إلى n؟ هذا ما سنشاهده بعد لحظات، ابقوا معنا في الفيديو. إذا يعني عندنا 1 زائد 4 زائد 9 زائد 16 وهكذا حتى الـ n أس 2 كم تساوي؟ من أجل البرهان، من أجل البرهان على هذا يعني باش نلقاو هذا القيمة، سأحاول أن أرسم يعني معلما ممنظما ونرسم فيه المربعات، يعني أحاول أن أرسم المربعات في هذا المعلم. إذا هذا هو المعلم الذي أريد، وأرسم فيه المربعات، هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، حتى نوصل الـ n، هنا n، هنا n ناقص واحد. أعيد هذا الشكل. إذا جيد، هذه المربعات اللي موجودة هنا يعني رسمتها على شكل هندسي، وسأحاول أن أنظر إلى هذا المربع وأنظر إلى المربع الثاني وإلى المربع الثالث وهكذا. المربع الأول شحال حسبته من مرة؟ المربع الأول حسبته n مرة، المربع الثاني حسبته n ناقص واحد مرة، حسبت المربع الثالث حسبته n ناقص 2 مرة، هذا حسبته زوج مرات، وهذا حسبته مرة واحدة، هذا حسبته مرة واحدة. هذا مثلا بالنسبة للمربع الأول حسبته n مرة، المربع الثاني حسبته n ناقص واحد، ولكن فيه غير ثلاثة، فيه غير ثلاثة اللي غادي اللي موجودة هنايا، وهذا فيه غير خمسة، هذا مثلا فيه غير خمسة اللي موجودة هنا وهكذا. هذا يعطيني هذا المجموع هنا واحد، هذا فيه على سبيل المثال 2n ناقص واحد، في 2n ناقص واحد اللي موجودة هنا، لأن هنا n، وهنا n. إذا إذا جمعت هذا مع هذا غادي يعطيني 2n، ولكن هذا المربع اللي موجود هنا جمعت حسبته جوج مرات، هذا هو السبب الذي جعلني اكتب 2n ناقص 1. اذا هذه الصيغه هذه تمكنني من يعني استنتاج صيغه عامه لحساب مجموع مربعات الاعداد مجموعات الاعداد الطبيعيه الى حدود n اس 2. اذا نمحي كل شيء لهذا الشيء، ويبقى لي غير هذا. اذا عندنا n واحد في n زائد ثلاثة في n ناقص واحد زائد خمسة في n ناقص خمسة في n ناقص اثنان وهكذا حتى نوصل لـ 2n ناقص 1
جيد واصل. غادي نكتبها على شكل سيجما، نكتبها على شكل سيجما. تعطيني سيجما دو كا دوزين. كم تساوي هذه كم يساوي هذا السيجما، كم تساوي تعطيني هذا العدد، كيمشي بأعداد كيمشي اثنان كا ناقص واحد، سيجما اثنان كا ناقص واحد، يعني واحد ثلاثة خمسة اثنان ناقص واحد. وكل مرة في اللي ملي كتكون كا أنا عندي ان ناقص زائد واحد ناقص ك ك غادي من الواحد إلى حدود ان ناقص واحد إلى حدود ان غادي من واحد إلى حدود ان. إذا لا أدري هل هذه الصيغة صحيحة. سأعود يعني الكاب بالنسبة لقيمة إذا كان كيساوي واحد، ونشوف واش غادي تعطيني هذيك اللي لقيتها هنايا ولا لا. وسأعود ان بقيمة كاب بالنسبة لدي ان، ونشوف واش غتعطيني هذه ولا هذه. نشوف مثلا بالنسبة لك يساوي واحد، بالنسبة لك يساوي واحد ان تعطيني 2 في 2 2 في 1 ناقص 1، هنا ان زائد 1 ناقص 1 تعطيني 1 في ان، 1 في ان يعني تتطابق مع هذه الصيغه التي وجدتها. بالنسبه لان يساوي كي يساوي ان، بالنسبه لكي يساوي ان، بالنسبه لكي يساوي ان تعطيني 2 ان ناقص 1 في ان زائد 1 ناقص ان، تساوي 2 ان ناقص 1 مضروبه في 1 تتطابق مع هذه الصيغه التي وجدتها هنا. يعني هذه الصيغه التي كتبتها هنا صحيحه، وهي التي تمكننا من الاستمرار في الحساب الذي ابتدأناه. إذا نمحي كل شيء ونخليها غير هي، اللي قلنا هذه كتمشي من إلى إن. جيد. إذا إس يساوي أعيد 2 كا ناقص 1 من الواحد حتى الإن مضروبة في إن زائد 1 ناقص كا. جيد. غير عاودتها، ننشر هذه مع هذه كتعطيني 2 ان 2 ان سيجما دو كا زائد هذه مع هذه 2 سيجما دو كا ناقص اثنان كاوس اثنان، هذه مع هذه عطتني كاوس اثنان، هذه مع هذه ناقص سيجما ان ناقص ان كيخرج سيجما ديال واحد زائد هذه مع هذه زائد سيجما ديال واحد ناقص سيجما ديال واحد زائد سيجما دو كا دو كا. كل شيء هاد لي سيجما اللي عندي موجودين هنا غادي من واحد حتى الان. اذا هذا اللي كاين هنا، نرجعو من جهه اخرى غادي تعطيني 3 اس يساوي. إذا هذا مشى مع هذا مشى يساوي هذه كتعطيني 2 ان، هذه كتعطيني ان زائد 1 مقسوم على 2 واصل. يعني ما نعكسش يعني الحساب كاين بزاف ولكن ماشي مشكل. 2 ان في 2 ان في ان زائد 1 2 ان في ان 2 ان في ان زائد 1 مقسوم على 2 يعني هذه درتها زائد 2 ان في ان زائد 1
صحيح نعم. ناقص ان اسيدنا من هذه الجهه من واحد حتى ان ناقص ان زائد ان ان زائد واحد عليك. اتمنى ان يعني نكون ما اخطاش لانني انا اعلم يعني النتيجه التي اريد ان اصل اليها. النتيجه هي ان مضروبه في ان زائد واحد مضروبه في اثنان ان زائد واحد، ولكن اريد ان يعني خصني نوصل لها النتيجه هذه. نحي كل شيء هذا الشيء، نحي كل شيء هذا الشيء، تبقى لي هنا 3 اس تساوي 3 اس تساوي فين عندي ان ان زائد واحد يعني ان زائد واحد هنا وهنا وهنا نعمل فيها ان زائد واحد هنا اثنان ان اس اثنان على اثنان يعني اثنان ان اس اثنان اثنان مش اثنان اثنان ان اس اثنان زائد ان هذه مشات زائد ان على اثنان ناقص ان ان زائد واحد. إذا نزيد نعمل نعمل ان زائد واحد ان أس اثنان زائد ان زائد ان على اثنان ناقص ان تساوي ان زائد واحد ثاني ان اس اثنان زائد ان كل على اثنان تعطيني ان نخرج من هنا ان زائد واحد ثاني ان زائد واحد مقسوم على ستة اس تساوي لم اخطئ لم اخطئ يعني النتيجة التي كنت أريد أن أصل إليها هي هذه، يعني n مضروب في n زائد 1 مضروب في 2 n زائد 1، هذا هو مجموع مربعات الأعداد الطبيعية إلى حدود العدد إلى حدود n يعني. نعطي مثال أو مثالين وننهي الفيديو. المثال نمشي حتى مثلا 1 زائد 4 زائد 9، نقدر نمشي حتى 16 مثلا، n يساوي 4 تساوي 5 14 30 نعوض هذه اس 4 تساوي 4 في 5 في 9 ثم على 6 تساوي 4 في 5 20 مضروبه في 9 4 في 5 20 مضروبه في 980 مقسوم على 6 تساوي 30، وهي النتيجه نفسها التي وصلنا اليها. وهذا ينهي هذا الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة، وفي الفيديو المقبل سأحاول أن يعني نفس الشيء أن نستعمل نفس الطريقة ولكن بالنسبة للمكعبات، وهذا يفتح يعني الباب على مصراعيه نحو عدد بيرنولي، لأن هذا السؤال يعني مجموع مربعات الأعداد الطبيعية ومجموع مكعبات الأعداد الطبيعية ومجموع يعني القوة الرابعة للأعداد الطبيعية وهكذا تؤدي بنا حتما إلى أعداد برنولي، وهذا يعني فيديو آخر. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.